لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شخصية العام الرياضية من زايد في الأيام الماضية. والله أخي الكريم، واحد بيحاول يقدم كل ما فيه كل ما في يده لخدمة الرياضة في الوطن، وأول شيء وفي البلدان العربية اللي تشرفت أني أكون رئيس اتحاد عربي لكرة القدم فيها. الحمد لله لقيت تقدير من أخواننا في الإمارات، وأشكر سمو الشيخ محمد بن راشد اللي اعتز بالجائزة اللي تحمل اسمه. أتمنى إن شاء الله لسه بجعبتنا المزيد، إن شاء الله أتمنى أنه نقدر نكون نقدم الأفضل والأفضل إن شاء الله لرياضتنا العربية بإذن الله. بطولة زايد نفسها البطولة العربية اللي بتسير بشكل مثير جدا، حتى أن الكبار يتساقطون فيها، كان آخر الكبار المتساقطين هو الزمالك بالأمس. عايز أعرف متابعة حضرتك لهذه البطولة إيه؟ والله ما كنتش أتمنى الزمالك صراحة أنه يخسر امبارح لسبب واحد، ما كان الحب لنادي الاتحاد، بس أنا عاوز يشتغل شوية على الدوري. لكنهم خسروا، فحيفضلنا دلوقتي في الدوري، حيفضل برين. لا بس يعني بالنسبة للبطولة، البطولة يعني الحمد لله السنة هذه مستواها مرتفع، كل الفرص ما تقدر تعرف من اللي فايز من اللي خسران. فريق المريخ السوداني عجبني أداؤه جدا ضد الفريق الجزائري. الأهلي خرج مباراة ماراثونية ضد الوصل. الزمالك أمس خرج ضد الاتحاد مباراة ماراثونية. الهلال فاز كسب النصر العراقي. النصر خرج من الفريق الجزائري. فما تعرف إن شاء الله. الدور القادم يحمل إن شاء الله مفاجآت، إن شاء الله أداء أفضل وأفضل إن شاء الله بإذن الله. الكل بيتداول تصريحات حضرتك بخصوص محاولات أن يكون بطل البطولة العربية مشاركا في كأس العالم للأندية، أكيد مش النسخة اللي جاية دي، لكن بشكل عام هل ده ممكن يكون حاصل أو ممكن يكون في خطوات جدية من أجل؟ والله يا هاني، إحنا عقبتنا الوحيدة صديقي أمس على صديقي دياني رئيس الاتحاد الدولي، عقبتنا الوحيدة أن الفيفا دائما يتحفظ على البطولات التي تحفل عرق أو لون أو مذهب أو دين أو شيء. فإذا قدرنا نتجاوز هالعقبة ليش لا؟ البطولة تغطي قارتين، وقارتين كبيرة، آسيا وأفريقيا، والمنتخبات أكثر من 22 دولة، فحتكون إضافة لكأس العالم للأندية لو كان في مقعد يتأهل مباشرة، فلازم نلقى آلية لهذا الموضوع. طيب، في إطار دعمك الدائم للدول العربية على المستوى الرياضي والأندية العربية، كنت من فترة اتكلمت على دعمك الكامل للمغرب من أجل استضافة أمم أفريقيا إذا سحب من الكاميرون، وقد سحب بالفعل من الكاميرون. بداية، هل كان عند حضرتك علم بهذا القرار اللي صدر بالأمس؟ والله الواحد عنده قراءة في المشهد، وكان مستشف أنه البطولة قد لا تنظم في الكاميرون. والمغرب الشقيق له كل التقدير وكل الاحترام، واحنا نقف معاه في اي شيء يحتاجه المغرب. الناس برضو في مصر هنا بيتكلموا من امبارح انه ليه مصر ما تتقدمش بملف من اجل استضافه البطوله في يونيو اللي جاي، هل ده ممكن يحصل من وجهه نظر حضرتك؟ والله هذا شأن يخص الاتحاد المصري، بس مصر تستضيفنا كلنا احنا العرب، مش هتعجز انها تستضيف كم فرقة تلعب كم ماتش. فممكن ده يحصل. طيب خليني أنتقل مع حضرتك إلى الكرة السعودية. الحقيقة أن السعودية في الفترة اللي فاتت، وده يبدو من إنجازات حضرتك خلال العام المنقضي، استضافت العديد من الأحداث الرياضية مش بس على مستوى كرة القدم، سواء المصارعة أو حتى كرة القدم البرازيل والأرجنتين يتصارعان هناك في السعودية، والسوبر الإيطالي في يناير المقبل. الكرة السعودية طموحات حضرتك ليها الفترة اللي جاية إيه؟ أول طيحاني تعديل بسيط، هذا مو إنجازاتي أنا، هذا من دعم القيادة عندي. لا محدود، توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وبعدين الدعم من القيادة عندي سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وأنا معاي تيم حقي العشرات ومنسوبين هيئة الرياضة حوالي 3000، كلنا يعني كلنا نشتغل وكلنا فريق واحد.
لتحقيق الأهداف هذه. بالنسبة للرياضة السعودية، طموحنا استضافة بطولات عالمية. طموحي بالنسبة للدوري السعودي أنه يعني يصبح من أفضل 10 دوريات في العالم، وإحنا شغالين على هذا الموضوع. أنت شايف النقلة النوعية اللي صايرة في الدوري السعودي السنة هذه. لا، في الحضور الجماهيري زاد من 3 إلى 5 أتبال. الطرق كلها مستوياتها عالية، وهذه عكست على كل الأرضية. أكبر عقد رعاية، نجوم عالميين موجودين. الحمد لله أن السعودية الآن قبلة من قبل الرياضة في العالم. وإن شاء الله نتمنى لكل البلدان العربية إن شاء الله، حتى طموحنا لمصر الشقيقة والحبيبة إن شاء الله أنها تكون بعد إن شاء الله يحصل فيها هذا النوع من الازدهار إن شاء الله. في ظل القيادة اللي موجودة الآن في مصر، القيادة الحكيمة لفخامة والدي، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب، الجمهور السعودي الحقيقة مستمتع بالدوري السعودي، لكن جمهور الاتحاد السعودي نفسه هو يمكن الأكثر حزنا في المرحلة الحالية. تعليق حضرتك إيه على المستوى اللي لا يليق بالاتحاد حتى الآن؟ الاتحاد دخل دوامة في السنوات الأخيرة من الديون ومن المشاكل الإدارية، لن تنحل في يوم وليلة، لكن الاتحاد إن شاء الله ما في أسوأ من كذا. الآن حتبدأ تشوف إن شاء الله. هو فعلا تكلفت إدارة جديدة الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله تفتنا فيها كبيرة إن شاء الله. على ذكر الأندية، النصر السعودي كانت تقارير ربطت اسمه بخردم المدير الفني السابق لموناكو، هل ده فعلا يبدو قريبا من التحقق؟ والله أتمنى هالشيء. أنا اللي أعرف أن النصر قريب، وأنا أتمنى هالشيء منه ومن كذا مدرب اسم كبير في الدوري. وأنا قبل شوي كنت في عزومة عشاء كان لرئيس النصر عاملها لي بمناسبة عودتي، وكنا نتناقش في أشياء كثير ومجموعة من رؤساء الأندية. وأنا متفائل إن شاء الله بمستقبل الكرة سواء في النصر أو في الدوري السعودي بشكل عام. بإذن الله ربنا يوفقكم يا رب. لكن نروح بقى لمصر شوية. بيراميدز كان نفسه أن الأهلي الزمالك يكمل في العرب علشان ما يبقاش متفرغ للدوري، لكن الزمالك دلوقتي تفرغ. بيراميدز صاحب المركز الثاني في المسابقة، إزاي شايف مسيرته بعد اقتراب الدور الأول من الانتهاء؟ في نقطتين لاحظ يا هاني، أن الفرقة هذه عملت ثلاثة مظبوط، فلما انها تحط بصمتها وتبقى الفرقه الثانيه يعني هذا حد ذاته انجاز. احنا نقيم التجربه بعد مرور سنوات من بعد مرور هذا واحد. اثنين، فرطنا في الكثير من النقاط. طبيعه الدوري المصري مختلفه عن طبيعه اي دوري اخر في المنطقه. حاولنا ان نحط بصمتنا في الموضوع، لكن اكتشفنا ان لازم نمشي مع البصمه المصريه. ايه نوع الاختلاف اللي حاصل ما بين الدوري المصري وباقي الدوريات في المنطقة؟ طريقة اللعب، طريقة المدربين، طريقة الأداء، طريقة الأرضية، طريقة الضغط الجماعي، الضغط في كل أصعدة، في التحكيم، في كل الاتجاهات. إن شاء الله في تدعيمات، أنا اللي أعرفه أنه في مجلس إدارة الآن شغال على الموضوع ويرفع توصيات. في تدعيمات. أنا قبل فترة قريبة اجتماع سري مع أخوي الكابتن حسام حسن وأخوي الكابتن إبراهيم حسن وعادي خشبة وأحمد حسن ومحمد العاصي ومجموعة، وحطينا الخطوط العريضة للعمل اللي نبغاه في الدور الثاني والسنوات القادمة لنادي بيراميدز. والكابتن حسام البدري كان أحد يعني في هذه الجلسة. حسام في رحلة، نتمنى له الشفاء إن شاء الله يا رب في كندا، ونطمن عليه من فترة لفترة إن شاء الله. نتمنى له الشفاء في إصابته بالرجل إن شاء الله، ما تعوقه إن شاء الله، ونشوفه إن شاء الله في أقرب. بس كان معانا على طول على اتصال. تمام، كان موجود ودوره مستمر في الفريق أو في إدارة النادي في الفترة الحالية معالي المستشار. كل رجال بيراميدز موجودين ودورهم موجود، ولهم تقديرهم ولهم كلمتهم ولهم آرائهم ولهم وضعهم الذي يحترم. تمام. هو كان في سؤال عن يعني أو في إطار كلام حضرتك عن التحكيم حتى من العناصر المختلفة في مصر عن باقي الدول في المنطقة، هل بيراميدز عانى من التحكيم أو يعاني من التحكيم بدليل طلب استخدام حكام أجانب فيما تبقى من المسابقة؟ وأنت شايف إيش؟
انا شايف ان الكل بيشتكي واهمهم حاليا بيراميدز. ف مش الكل، الكل بيشتكي، بس انت شايف ايش؟ هو طبعا في قرارات احيانا بتكون في صف واحيانا ضد بيراميدز، لكن بيراميدز نفسه يمكن تكررت الشكوى. اتمنى اني اذكر القرارات اللي تكون في صفنا صراحه. انا ما افتكرش الا اللي علينا. ده ممكن يكون تعنت، بس ترى على العموم، على العموم دي مشكله موجوده في كل الدنيا. عندي هنا في الدوري السعودي في مشكله في التحكيم. أيوه. في اي مكان يعني. فهذه الحكم لما يكون محلي يكون ضغط جماهيري وضغط اعلامي. أيوه. احيانا يدفع لاتخاذ قرارات. واضحه تماما. فقدنا الاتصال بمعالي المستشار. معايا، اهلا بيك يا معالي المستشار. يعني الصوت كان راح شويه، لكن الحكم احيانا بيتعرض لضغط بحسب ما بتقول حضرتك، فاستخدام حكم اجنبي بيكون افضل في المرحله دي. هذا اللي عشان ترتاح من الراي. بعيدا عن الحكام، الصفقات الخمسه اللي اعلن عنها نادي بيراميدز عبر صفحاته الرسميه وستكون مؤثره في المرحله المقبله طبقا للبيان الرسمي، هي خلصت خلاص بشكل نهائي في يناير؟ ستعلن؟ ستعلن في يناير، نعم. هل نتوقع اسماء تفاجئ الجمهور المصري؟ في 3-4 اسماء من مصر، وفي 2-3 اجانب من ضمن الخيارات كمان. تمام، ده معناه أكثر ان من خمسة. اكتر من خمسة. ده معناه ان في اجانب من اللي موجودين في بيراميدز حاليا نفسهم ممكن يمشوا في يناير. صح. صح. كينو منهم؟ لا اتوقع. تتوقع ان يستمر معناها؟ الا اذا جانا عرض مغري. ليش لا؟ احنا جاينا الان من الصين. فتره ورفضناه. 17 مليون دولار. اذا جانا عرض مغري ووجدنا البديل المناسب في يناير. تمام. ليش لا؟ الى الان لا، العرض اللي كان مقدم من الصين قبل شهرين. تمام. اترفض، اللي هو 17 مليون دولار. دولار. فاذا جاء عرض اعلى من 17 ممكن يتم مناقشته. لا مو مش كان في وقتها اترفض. تمام. دلوقتي لو ادينا 17 ممكن عمر خربين في يناير جاي ولا الصفقه لن تكتمل؟ والله انا في توقعي اني انا افكر اني اصرف النظر عنها لحساسيه وجود اللاعب في الدوري السعودي. أيوه. ولا اريد ان ينسب لي اني انا استقدمت لاعب من الدوري السعودي. واضحه تماما. لأي فريق آخر. وكينو ممكن بقى يروح للدوري السعودي تحديدا للاتحاد؟ الاتحاد عرض مغري لنا، ليش لا؟ تمام. كينو تحت يعني تحت المفاوضات. أيوة. مش حيروح ببلاش. ايوه. فمن يدفع من الممكن ان يحصل على خدماته؟ من يدفع؟ بس احنا الخطه اللي عندنا والتوصيه اللي على الكابتن حسام البدري و لي منذ اكثر من شهرين. ايوه. انه تمنى استمرار كينو لنهايه الموسم فعشان كذا ضغطنا الحرب. تمام، واضحه تماما. يعني في اطار الحديث عن بيراميدز نفسه ولكن مش النادي بقى، القناه لحد النهارده الناس بتتساءل هل تعود قناه بيراميدز ام انها اغلقت بلا رجعه؟ في توقعي انه قناه بيراميدز ممكن تعود في المستقبل، لكن ليس المستقبل القريب، ممكن على بداية الموسم القادم أو اللي بعده ممكن أنه يكون في قناة، بس يشتغل لها بشغل منظم وأنه يكون داخل مدينة الهي. ثلاثة ظروف والمشاكل اللي تحدثت فيها في القناة في بنفس مسماها أم بمسمى مختلف معالي المستشار؟ لا بالتأكيد أنها راح تكون بمسمى النادي، بمسمى النادي، وراح تكون راح تعنى بالنادي. تمام، ده كلام ممتاز جدا. الأهلي، وبسأل حضرتك كمحب للنادي الأهلي في المرحلة الماضية، الكل يعلم مدى حب حضرتك للنادي الأهلي، والكل يعلم على الجانب الآخر أن الأهلي، وليش للمرحلة الماضية؟ لا يعني بداية من المرحلة الماضية، امبارح والنهاردة وبكرة. أكيد أكيد. الكل يعلم على الجانب الآخر أن الأهلي في حاجة قوية جدا إلى صفقات، وأن شهر يناير إحنا على بعد 30 يوم فقط من انطلاقه. هل في أي نية او خليني اقول اي ما تغلطش غلطه شوبير، وهي لا انا مش بطلب انا بسال هل في اي احتمال لدعم المستشار تكال الشيخ لصفقات الاهلي في يناير؟ والله يا اخي الكريم، النادي الاهلي بالنسبه لي
نادي عزيز وغالي، وانا من محبين النادي الاهلي. اتمنى له كل الخير وكل التوفيق، ولادارته وللمنسوبينه كل الخير وكل التوفيق. لكن بالنسبه لي انا الان عندي نادي انا اهتم فيه مصر، ولكن الاهلي او اي نادي مصري او عربي يحتاج بصفتي رئيس الاتحاد العربي، انا لن ادخر جهد في خدمه اي نادي عربي في اي مجال. وكمحب للاهلي، ايه راي حضرتك في مستواه وتوديع البطوله العربيه ومن قبلها البطوله الافريقيه؟ اكيد كمحب للاهلي انا ما في احد بيرضى عن الوضع الحالي للنادي الاهلي، لكن الاهلي زي الارض يمرض ولا يموت. كلام ممتاز. يرجع اقوى اقوى من اول يا رب ان شاء الله. الكابتن محمود الخطيب، يعني انت تتكلم عن نادي 110 سنة و111 سنة وبطولات وإنجازات، يعني تحتاج في أندية تحتاج 40-50 سنة تفوز ببطولات عشان تبدأ تنافس النادي الأهلي. فيعني أنت قاعد تتكلم عن نادي ضجت الدنيا كلها خسارة 3 مباريات ورا بعض، يعني هذه شيء طبيعي في كرة القدم. يعني قاعد تتكلم عن الأهلي كيان لا تهزه 3 هزايم ولا الاهلي زي ما ارجع اقول لك، لو في فرق لو تجلس عشرات السنين هتوصل لربع دولاب النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب ربنا يا رب يشفيه، اكيد حضرتك تعلم طبعا بفتره علاجه الحاليه، هل حصل تواصل بين الكبيرين مستشار تركي آل الشيخ والكابتن محمود الخطيب؟ والله لم يحصل اي نوع من التواصل، لكني انا اتمنى له الشفاء واتمنى له الصحه والعافيه وانه يعود لبلده ولاهله بكامل الصحه والعافيه. هذا نجم كبير، نجم كوره كبير، هذا مصر اهلي، وانا تواصلي معه مقطوع من اشهر، لكن اتمنى له كل الخير وكل الشفاء يا رب ان شاء الله. على ذكر الاهلي، فمباراه السوبر السعودي المصري او المصري السعودي اللي يعني تاجلت اكثر من مره حتى حدد لها نهايه الشهر المنقضي، لكن في النهايه اجلت من جديد، هل اجلت ام الغيت؟ والله احنا كان في بيان الاتحاد السعودي واضح التاجيل لظروف النادي الاهلي وظروف الاداره، متى ما تناسبت الظروف نحن جاهزين. بالعكس ونتشرف، لعبنا كاس اقامه الرئيس في السعوديه ونلعب كاس الملك سلمان الله يطول في عمره ان شاء الله في مصر. وحتى الان الطرفان كما هما الاهلي واتحاد جده، هو من صالح الطرفين التاجيل، خليهم يدعموا بعض في الشتويه. يدعموا بعض ازاي؟ ايه نوع الدعم اللي ممكن يحصل؟ لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.